ينضم إلينا من إسطنبول للحديث عن استمرار الوجود الإيراني في سوريا وإمكانيات شن الولايات المتحدة ضربات ضد ميليشيات إيران في العراق وسوريا. ينضم إلينا العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري. أهلا بك سيد حاتم. بداية، غارات مستمرة على شمال شرقي سوريا تستهدف مواقع الميليشيات الإيرانية هناك، كيف تقرأ ما يجري حاليا؟ سلامي لك أستاذ أولي السادة المشاهدين والسادة الضيوف. حقيقة يعني قبل أن نبدأ الحديث لابد أن نسلط الضوء على مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى أن إيران تعتمد العقيدة القتالية الشرقية، والعقيدة القتالية الشرقية عادة لا تأبه للعنصر البشري إطلاقا، يعني تقدم خسائر بشرية بسخاء دون الالتفات إليها. هذا ما يحصل الآن في المنطقة الشرقية من سوريا. هذه النقطة المهمة جدا، وما نلاحظه أنها تقصف في المكان. القصف يعني يتصور البعض أنه كونها لم نتمكن من الحصول على نتائج مباشرة بعدد يعني إحصاء خسائر وقتلى الميليشيات الإيرانية، ولأن إيران لا تأبه لهذه المسألة ولا تذكر عدد الخسائر، يتصور البعض أن الخسائر قليلة. لا يا سيدي، الخسائر من خلال القياسات التي يلاحظها أبناء المنطقة هناك وما يوضون بها من تقارير، الخسائر كبيرة جدا في المنطقة. هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أوضح حولها. النقطة الثانية، يعني علينا دائما أن نفرق بين الحليف والأداء. الحليف يعني كما نقولها في اللهجة السورية حق لي وحق لك، يعني هلأ لو أخذنا دولة مثل تركيا، تركيا تصلح أن تكون حليف لأمريكا لأن الاثنين لهم مصالح عند بعضهما. أما الأداء فهي مثل إيران. إيران الكل يقول أن أمريكا لن تضرب إيران وأمريكا تحافظ على إيران وكذا وكذا، يعني يأتون بالأمثلة. يا أخي، إيران هي عبارة عن أداة للخراب، وعندما يعني اختارت أمريكا أو فرضت الفوضى الخلاقة حسب تعبيرها، لم ولن تجد أفضل من هذه الوسيلة. إيران هي القادرة على الخراب وعلى الصراعات المحلية. وضحت الفكرة فيما يتعلق بهذا الموضوع سيد حاتم. دعنا نذهب إلى سؤال آخر لو سمحت. إلى أي مدى يمكن ربط هذه الغارات الصهيونية مع زيارة بومبيو للجولان السوري المحتل؟ هل نحن أمام تحرك أمريكي لإنهاء الوجود الإيراني في سوريا؟ تفضل. يعني لا أستطيع أن أقول أن هذه هي الرسالة الوحيدة بهذا الاتجاه، لكن هي رسالة من جملة الرسائل الكثيرة التي وجهت بهذا الصدد. فعندما يعني يزور بومبيو الجولان، هو عبارة عن هذه رسالة يعني متميزة بأن الجولان يعني لا تزال إسرائيلية، وشيلوا الجولان من بالكم. الجولان بيعت في ليس في 67، الجولان بيعت ووضعت أسس بيعها في عام 1963 قبل أن تحصل حرب الجولان. هذا موضوع مفروغ منه. أما بالنسبة للغارات فهي يعني قد تكون تواقتت بهذه المرة بزيارة بومبيو الجولان، لكن الغارات مستمرة والغارات موجودة. أما أنا أقرأ في هذه الرسالة أنه من يقول أن إسرائيل تريد إبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدودها وكفى، لا، المجتمع الدولي والأداة الآن هي إسرائيل لن يسمح ببقاء الميليشيات الإيرانية لا في سوريا ولا في العراق. نعم سيد حاتم. نعم نعم سيد حاتم، ما احتمالية قيام الولايات المتحدة بضربة عسكرية فعلية للميليشيات الإيرانية الموالية لإيران في سوريا، لسيما مع وصول قاصفة من نوع B-52 إلى الشرق الأوسط كما تعلم؟ وكيف تتوقع أن يكون مدى تأثير وحجم هذه الضربة حال وقعت؟ الحقيقة أنه ما يعني زج في منطقة الشرق الأوسط الآن
وشحذ القوات الأمريكية جزء منها من سوريا ومن بعض المناطق في العراق هو عبارة عن تحضير واضح تماما للضربة. ولولا أن ترامب متردد وقد تردد قبل هذه المرة لقلت أن القراءة العسكرية في المنطقة تؤكد بنسبة 100% أن الضربة حاصلة. نعم. طيب ماذا عن زيارة زعيم فيلق القدس إسماعيل قااني لبشار الأسد وحسن نصر الله؟ كيف يمكن تصنيفها بعد هذه الهزات لمشروع إيران في المنطقة؟ يعني هؤلاء حلفاء، ومتى انقطعت زياراتهم لبعضهم والتنسيق فيما بينهم؟ أما أن تكون يعني على شكل قمة لهؤلاء الثلاثة فأيضا في هذا التوقيت أنا لا أضعها إلا في باب الدراسة كيف نستطيع تفادي الضربة الأمريكية، يعني لإيجاد حل عن طريق روسيا عن طريق دول أخرى وسيطة لتفادي الضربة، لأن الضربة إذا حصلت ستكون قاصمة تماما لهؤلاء الثلاثة. نعم، لكن ماذا عن السوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام والميليشيات الإيرانية ولك أمثلة كفرنبل ودرعا؟ إلى أي مدى يمكن أن نشهد انتفاضة شعبية وحتى أعمالا مسلحة ضد الوجود الإيراني ونظام الأسد أيضا؟ الانتفاضة الشعبية يعني أنا شخصيا غسلت يدي منها إلا بحدود ضيقة جدا وفي مناطق يعني شبه مؤمنة، أو يعني بوجود الروس، يعني قد يحتمي البعض بأنه بوجود الروس لا يجرون على ضرب الناس بنفس القسوة التي يضربون فيها، لذلك الناس قطعت أنفاسها ولا يعني لست معولا على انتفاضة شعبية. أما بالنسبة للمقاومة العسكرية فأنا أقول لك وهذا ليس سر أنه على صعيد المنطقة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية في درعا العمليات لا تزال قائمة وموجودة وتأخذ صفة الذئاب المنفردة، ليست ك يعني جيوش أو قطعات متميزة وموجودة ويسهل ضربها والقضاء عليها، إنما والخسائر تحصل سواء كانت في صفوف إيران والنظام من جهة أو روسيا والنظام من جهة. نعم، دعنا الآن نتحدث في هذا السؤال عن خطورة استمرار النفوذ الإيراني في سوريا، وهل تعتقد أن كلا من روسيا وتركيا مثلا ستسمحان باستمراره؟ يعني روسيا الطامعة في التمدد والسيطرة بشكل كامل على سوريا بالتأكيد يعني لا تسمح، لكن تركيا التي ضحت وأدخلت قواتها إلى سوريا وآلياتها ودخلت حرب كبيرة جدا عندما يعني شارك الروس بقوة وضربوا في إدلب من قبل المسيرات التركية، لن تسمح تركيا بهذا التمدد، لأن تركيا يهمها أمنها القومي، وأمنها القومي إذا وجد ثلاثة ميليشيات في أقصى سوريا عن الحدود أبعد نقطة عن الحدود التركية فأمنها القومي مهدد، لذلك لا روسيا تسمح ولا تركيا تسمح. طيب سيد حاتم، في سؤالي الأخير إليك الآن، يعني بالنظر إلى المشهد السوري كيف سيكون الدور الأمريكي ما بعد ترامب في ظل التعويلات الإيرانية على إدارة جو بايدن الجديدة؟ باختصار لو سمحت تفضل. يا سيدي باختصار السياسة الأمريكية واحدة، وكم جو بايدن وكم ترامب تغير وتقلب وانتقل الحكم من ديمقراطيين إلى جمهوريين وبقيت السياسة الأمريكية كما هي تماما، لذلك أنا أقول أن السياسة الأمريكية ثابتة ورئيس الجمهورية هو وحزبه موظفون في أمريكا لأنهم يريدون خدمة أمريكا وليست خدمة حزبهم. الخبير السياسة واحدة. الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لك.